السلام عليكم، صباح النور. كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. دابا 8 ديال الصباح، الجو زوين بزاف بزاف. كما كتعرفوا الجو في الصباح كيكون زوين، يعني نقي، ويعني كنستنشقوا داك الاكسجين اللي نقي بزاف، وصراحه زوين الجو بزاف بزاف. قررنا نديروا شويه سبور وغنتمشاو شويه، غنجريو شويه. المهم بقوا معايا حتى الاخر الفيديو، غتشوفوا معايا كل شيء، وغادي تشوفوا معايا عين أسردون كيفاش كتكون مع 8 ديال الصباح. كتكون زوينه بزاف يا البنات، علاش؟ كتكون خاويه، يعني ما فيهاش الناس، وكيبان يعني كتبان مزيان. المهم بقوا معايا حتى الاخر الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك، فضلا وليس امرا. Yeah.